السلام عليكم. انفجار جديد ضرب قلب العاصمة الإيرانية طهران في 48 ساعة الماضية. وكالات مهمة مثل وكالة رويترز، إيران انترناشنال، الوكالات الرسمية الإيرانية كلها أكدت تفاصيل ما جرى. لا بد كانت هنالك لقطات لطبيعة هذا الانفجار الذي جاء في داخل وزارة الدفاع الإيرانية في طهران. والحديث الرسمي هنا بأن مستودع للبطاريات التابع لهذه الوزارة هو الذي اشتعل فجأة على مساحة 2000 متر مربع طبعا. وحتى هذه اللحظة لا يعرف أحد ما الذي جرى، من قتل، من جرح، لا كلام أبدا. ولكن السلطات الإيرانية أكدت بأن هناك تحقيقات قد فتحت بهذا الصدد، وقد لا نسمع شيئا أبدا مثل الكثير من الحوادث الغامضة التي جاءت في مثل هذه المناطق وهذه النقاط الحساسة. وكانت هنالك لقطة أخرى لطبيعة الانفجار والحريق الكبير الذي جاء كما تلاحظون هنا العاصمة الإيرانية طهران. وهنا هو واضح وواضح جدا برج ميلاد كما تلاحظون عند الاقتراب، برج ميلاد المشهور في العاصمة الإيرانية طهران. بالتالي إذا ما عدنا إلى اللقطة مرة أخرى، نفس اللقطة، وأخذنا صورة جوية من القمر الصناعي تقريبا مطابق لما رأيناه الآن، فهذا هو البرج الذي تحدثنا عنه. وهذه هي وزارة الدفاع الإيرانية، إن بحثت عنها بحثا بسيطا ستجدها في الأقمار الصناعية بأنها موجودة هنا. وطبعا هذه المنطقة هي منطقة حساسة للغاية، لم نتمكن من عملية الهبوط بالقمر الصناعي على أي نقطة من هذه النقاط، وذلك بسبب الوضع طبعا الأمني والتكتيم الأمني الكبير وطبعا الاحترازات الأمنية الكبيرة بالنسبة للجانب الإيراني. بالتالي بالقمر الصناعي ليست هنالك نقطة واحدة من خلالها تستطيع الهبوط لتلقي نظرة على النقطة التي استهدفت واشتعلت في داخل وزارة الدفاع الإيرانية. ولكن واضح من طبيعة التصوير الذي رأيناه بأن كان التصوير من الشارع العام، وبالتالي قد تكون هي قريبة من البوابة الرئيسية، بالتالي هم تمكنوا من عملية تصويرها وظهرت بهذا الشكل. وطبعا مثل هذه العمليات هي ليست عملية عادية أن تأتي بهذه الطريقة في داخل وزارة الدفاع الإيرانية. وزارة الدفاع الإيرانية وحتى السلطات الإيرانية لم تذكر شيئا بهذا الصدد. هي مسألة مهمة وخطيرة للغاية وتأخذ بعين الاعتبار. وهذه النقطة طبعا تأتي في قلب العاصمة الإيرانية طهران، هنا بالضبط كانت عملية الاشتعال لوزارة الدفاع الإيرانية، وهنا كما نلاحظ هو بحر قزوين. المثير بهذه المسألة أن اليوم كان هنالك إعلانا من قبل وزارة الاطلاعات الإيرانية أي المخابرات الإيرانية، فجأة تحدثت بأنها تمكنت من إحباط 30 محاولة تفجير في طهران. 30 قنبلة كانت موجودة في العاصمة الإيرانية طهران، وكان من الممكن أن تزرع في نقاط معينة لتنفجر في هذه العاصمة طبعا المهمة للغاية. وقالوا بأن التكتيكات المتبعة في عملية زرع هذه القنابل هي معقدة للغاية، وبأنها تتناسب مع نفس طريقة إسرائيل التي تستخدمها عادة في الداخل الإيراني، وبالتالي أصابع الاتهام هنا باتجاه إسرائيل. وعملية مثل وزارة الدفاع الإيرانية طبعا تأتي بداخل الوزارة بهذه الطريقة أيضا تذهب الاتهامات وأصابع الاتهام مباشرة لإسرائيل. وهذه الحادثة التي تحدثنا عنها وحادثة وزارة الدفاع الإيرانية هي تأتي بعد حادث مرتبط بوزارة الدفاع الإيرانية أيضا، ألا وهو سقوط هذا الصاروخ البالستي فجأة في منطقة وفي مدينة غورغان في محافظة غولستان بهذه الطريقة. فجأة صاروخا بالستيا سقط على هذه المنطقة وعلى المدنيين، وتحدثت وزارة الدفاع الإيرانية بأنها كانت في صدد تجربة هذا الصاروخ أو عملية اختبارات، والاختبار كان فيه نوع من الخطأ والذي أدى لسقوط هذا الصاروخ على المدنيين بهذا الشكل المفاجئ. كانت هنالك صورة ولقطات مصورة مؤخرا نشرت لجسد هذا الصاروخ، وضحت نوعا ما كما لاحظتم هنا الرقم الخاص بهذا الصاروخ هنا COO7 كما تلاحظون. ومثل هذا الترقيم كان ظاهرا في استعراض للصواريخ الإيرانية كان قد ظهر في 22 من أغسطس أي الشهر الماضي، استعراض كبير للصواريخ كما تلاحظون. والحديث عن صواريخ خرم شهر وحاج قاسم البالستية الإيرانية التي يصل مداها من 1500 كيلومتر إلى 2000 كيلومتر، وخرم شهر كان هنالك استعراضا لهذا الصاروخ للجيل الرابع الخاص بهذا الصاروخ في شهر مايو وفي 25 من مايو كما تلاحظون. وهذا هو نفس الصاروخ الذي تم استعراضه هنا طبعا وأصبح جاهزا
وليست هنالك حاجة لعملية اختبار هذا الصاروخ، وكان هذا جزء من الاستعراض المصور الذي عرض من طبيعة هذه الصواريخ البالستية التي أرسلت فيها إيران رسالة واضحة للجميع بما فيهم إسرائيل بأننا نستطيع الوصول واستخدام هذه الصواريخ البالستية لاستهدافك يا إسرائيل. وطبعا كما نلاحظ هنا من طبيعة الصواريخ هنا فإننا نلاحظ بأننا أمام 6 صواريخ وعليها كما هو واضح أرقام وتسلسل رقمي باللون الأحمر، وبالتالي عندما تقترب وواحدة من اللقطات أظهرت هذه الأرقام إذا ما اقتربنا منها فأنت ستلاحظ بأنك أمام COO1 وكذلك أيضا COO3، وإذا ما عدنا مرة أخرى فإننا نتحدث عن 6 صواريخ كما تحدثنا. وإذا الصاروخ السابع واضح جدا بأنه قد سقط على منطقة ومدينة غورغان التي تحدثنا عنها التي تأتي إلى شمال شرق إيران بشكل عام، وبالتالي هذا الصاروخ هو صاروخ خرم شهر الجيل الرابع الذي طبعا قد سقط على هذه المدينة، وهذا صاروخ هائل للغاية، رأسه الحربي فقط يصل وزنه إلى 1500 كيلوغرام، صاروخ ليس بالعادي، ويمتلك هذا الصاروخ وهنالك أيضا ذخائر عنقودية كانت قد ظهرت عندما سقطت على هذه المدينة. والمثير بهذه المسألة أن سقوط هذا الصاروخ كما هو واضح جاء بعد أنباء من قبل الإيرانيين بعد أيام مما قالوا الإيرانيين بأنهم تمكنوا من إحباط عملية تخريبية قادها الموساد الإسرائيلي على النظام الصاروخي والمنظومة الصاروخية الخاصة بهم من خلال بيع قطع أو إرسال قطع لهذه الصواريخ تحول الصواريخ إلى عبوات ناسفة، وبالتالي الصاروخ تم عرضه في السابق، تم الإعلان عنه في السابق، وفجأة تحرك إلى نقطة معينة إلى مدينة غورغان وسقط عليها بهذا الشكل الغامض، ولكن الآن تمكننا فعلا من معرفة طبيعة هذا الصاروخ، وبالتالي حادثة بعد حادثة توضح لك بأن هنالك نوع من البصمات الإسرائيلية في هذه العمليات، وإيران ليست خجولة أبدا في وضع أصابع الاتهام على إسرائيل بأنها خلف كل هذه العمليات. المثير بهذه المسألة أن كل هذه الأحداث التي تحدثنا عنها هي تأتي متزامنة مع تدهور المفاوضات النووية والجهود النووية من أجل العودة للاتفاقية النووية. فمؤخرا أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحديدا رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال بشكل واضح بأن إيران قامت بسحب التراخيص من أهم المفتشين الخاصين بالوكالة في المسائل النووية وأصحاب الخبرة الكبرى في إيران، وثمانية من هؤلاء طبعا المفتشين تم سحب الرخص منهم، وهذا طبعا أزعج تماما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا بل إنه أزعج أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. شاهدنا بشكل واضح في الجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو واضح تماما عندما هدد مرارا وتكرارا إيران وتحدث عن حادثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسحب التراخيص منهم، وطالب العالم والمجتمع الدولي بفرض عقوبات سناب باك على إيران لأن إيران تخالف كل شيء، وقال بأنني لن أسمح لإيران أبدا بالوصول للقنبلة النووية بأي شكل من الأشكال، لا بل أن حتى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كان قد تحدث بشكل واضح في 24 ساعة الماضية كما تلاحظون، قال بأن إيران تتعامل بشكل غير مسؤول مع الملف النووي، حاولنا مرارا وتكرارا حل المشكلة مع إيران، محاولة العودة للاتفاقية النووية، حاولنا التواصل أيضا مع الصين ومع روسيا من أجل العودة للاتفاقية النووية، ولكننا لم نصل إلى طريق مع إيران، وإيران هي ترفض مسألة العودة للاتفاقية النووية، بالتالي غضب أمريكي، غضب إسرائيلي، وبصمات إسرائيلية في العمليات التي نتحدث عنها، لا بل إن هنالك أيضا مؤشرات خطيرة للغاية ورسائل عسكرية مبطنة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإيران. فموقع DVIDS التابع لوزارة الدفاع الأمريكية كان قد نشر مقطع فيديو مصور كامل لطائرات F-35 شبح، وقالوا بأنها متواجدة وتحلق فوق الأريبيان غولف أي الخليج العربي. وإذا ما ألقينا نظرة الآن على الشاشة الكبيرة على طبيعة المقطع الذي قاموا بنشره لطائرات F-35 الشبح سنلاحظ بأن فعلا المنطقة تشبه تماما الخليج العربي، كما نلاحظ هنا هذه هي الطائرات التي ظهرت، طائرتين على الأقل هي التي ظهرت من المقطع المصور، وستلاحظ أن المنطقة تشبه تماما منطقة الخليج العربي، قد تكون
الكويت، قد تكون أي منطقة أخرى. وطبعا من هذه العلامات توضح الولايات المتحدة الأمريكية بأن طائرات الـ F-35 موجودة فوق الخليج العربي، أي أنها تأتي بمحاذاة إيران، وهذه ليست بالطائرة العادية أبدا كما هو معروف عنها، ولكن من خلال ما ظهر على الأرض ممكن أن نستدل إلى طبيعة موقع هذه الطائرات. فأولى هذه الأمور التي يجب أن ننتبه إليها بأن التاريخ لنشر هذا الفيديو وهذه المقاطع هو في 10 سبتمبر، أي من هذا الشهر تحديدا، وبأن اللقطة قد التقطت في 15 أغسطس، أي الشهر الماضي تحديدا. وبالتالي إذا ما ألقينا نظرة على طبيعة هذا الموقع، قالوا خليج العربي، لم يحددوا أي دولة تحلق بجانبها هذه الطائرة. بالتالي إذا ما لاحظنا من خلال هذه المياه على الأقل مما هو واضح جدا بأننا لسنا أمام نهر عادي، هو نهر كبير كما هو واضح. وأيضا بعض العلامات كانت قد ظهرت وبعض الخطوط على الأرض أو الشكل للأرض المميز طبعا الذي سيسهل علينا معرفة أين تقع هذه المنطقة. بالتالي واضح جدا أن الطائرة تحلق قريبة من هذه المياه، تلاحظ بأنك أمام مدينة وأمام مصفات النفط هنا، وهذه مسألة مهمة يجب أن نلاحظها. بالتالي المياه هنا أو النهر هنا، وإلى الشمال تأتي تقريبا هذه الطائرة من على هذا المرتفع. وأيضا لقطة أخرى لهذه الطائرة وهي تتزود بالوقود من طائرة KC-135 Stratotanker الأمريكية، فإن هذه الطائرة ظهرت أيضا في هذا الموقع. ستلاحظ بأننا أمام منعطفات، النهر منعطف فيه انعطافات كثيرة، وتلاحظ أيضا بأننا أمام تخطيط مميز جدا في هذه المنطقة على الأرض. هذه من شأنها أن تساعدنا في معرفة هذه المنطقة تماما وأين هي تحلق. بالتالي إذا ما اتجهنا بالقمر الصناعي، هنا العراق كما نلاحظ، الخليج العربي كما هو واضح، مثل هذه المنطقة أن تكون مياها إلى اليمين وإلى الشمال، الصحراء عادة تكون أما فوق العراق أو فوق الكويت، وذلك لأنها الأقرب، لأنك أنت أمام نقطتين هنا سنقترب منها الآن، هنا الكويت كما نلاحظ وهنا العراق. عندما تقترب من هذه المنطقة تحديدا فأنت أمام نقطتين، أمام هنا شط العرب كما نلاحظ بهذا الاتجاه، وأيضا نلاحظ بأن مياه الخليج العربي أيضا تأتي باتجاه الكويت كما نلاحظ، وأيضا تتجه باتجاه العراق، هنا قناة البصرة وشط البصرة وغيرها. وبالتالي مرشح جدا من طبيعة ما رأيناها أن تكون الطائرة أما هنا وأما فوق الكويت وأما فوق العراق، ولكن بما أنهم يتحدثون على الخليج العربي وبما أننا معتادون دائما أن نرى طائرات عسكرية مثل طائرات F-16 أو الأيتن وورتهوغ الأمريكية وهي تحلق ذهابا وإيابا، وحتى من طائرات الاستخبار الأمريكي عادة تأتي من الخليج العربي إلى العراق إلى سوريا ثم تعود أو تبقى فوق الأجواء العراقية وتعود إلى أجوائها. مرشح جدا أن تكون هذه المنطقة فوق العراق كانت تحلق فوقها هذه الطائرة، وخاصة أيضا أن هذه المياه وشط العرب الذي تحدثنا عنه هو الأكثر التواء وفيه التفافات مقارنة بالمياه الأخرى التي نراها إن كانت في الكويت أو في النقطة التي تأتي هنا باتجاه طبعا شط البصرة بكل تأكيد، أو نهر البصرة، شط البصرة طبعا أو قناة البصرة. وبالتالي إذا ما اقتربنا باتجاه الفاو تحديدا هنا لكي نرى هذه المنطقة مع معرفة أن هنالك مصفات الفاو، ستجد فجأة بأننا أمام نفس النقطة نوعا ما، إن ما اتجهنا إلى اليمين قليلا ستجد بأننا أن توقفنا هنا فإنك أمام تقريبا نفس الشكل النهر الذي رأيناه، وهو طبعا شط العرب كما هو واضح، وهذه هي المدينة وهي الفاو طبعا، وهذه هي المصفات التي كانت حاضرة، وأيضا هذا هو الشكل المميز الذي رأيناه قبل قليل. بالتالي واضح جدا أن الصورة لهذه الطائرة كانت هنا وهي متطابقة نوعا ما مع ما رأيناه. إذا ما عدنا قليلا إلى الطائرة تتطابق كما لاحظنا مع هذه الصورة، وأيضا في نفس الوقت إذا ما اتجهنا إلى الأمام قليلا إلى هذه المنطقة لنتأكد من الصورة بشكل أكبر، ستلاحظ مرة أخرى بأننا أمام نفس المنطقة ونفس النقطة تحديدا كما ظهرت لنا، وهي تؤكد لنا بأن هذه الطائرة كانت فعلا تحلق في هذه المنطقة تماما، وكل شيء يتطابق معها، وطائرة F-35 هي كانت فوق الأجواء العراقية تحلق وبالقرب من الحدود مع إيران، وهذه طائرة تستطيع القيام بعمليات تخريبية، عمليات تجسس
عالية جدا، وبالتالي الطائرات هنا تحلق، وبالتالي هي ترى كل ما يجري في الداخل الإيراني طبعا بكل تأكيد، وهي ذهابا وإيابا تتحرك، وهذه فيها رسالة كبيرة من الجانب الأمريكي بكل تأكيد، لأن إيران غير قادرة على معرفة هذه الطائرة كانت تحلق فوق أجوائها أم لا، لا تمتلك هذه التكنولوجيا على الأقل حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. وهذه هي مسألة خطيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لسبب مهم، المسألة النووية مع إيران، أن إيران قريبة للغاية من القنبلة النووية، والمملكة العربية السعودية هنالك اقتراب كبير للغاية، كما كان هو واضح على فوكس نيوز من لقاء ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بأن هنالك رغبة سعودية أو اقتراب شيئا فشيئا من تطبيع العلاقات طبعا مع إسرائيل، مع حفظ كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني كما تحدث بشكل واضح، لكنه إحدى الشروط التي يطالب بها هي البنية التحتية النووية والمفاعل النووي، ولا شروط على السعودية أن وصلت إيران للقنبلة النووية مثلا أن يصل هو أيضا للقنبلة النووية، وهذا ما لا تريده إسرائيل أبدا، تريد أن تنهي مسألة إيران بأي شكل من الأشكال لكي تستطيع من إقناع المملكة العربية السعودية بأن لا تفكر في القنبلة النووية، تعطي الضمانات التي تريدها وتحقق مسألة التطبيع مع إسرائيل. مسألة ذهاب إيران إلى القنبلة النووية هي قد تكون خطيرة للغاية، بالتالي أفضل سيناريو يبحث عنه بايدن العودة للاتفاق النووي، تطبيع السعودية مع إسرائيل، وبالتالي يحقق ما يريده، وحتى بنيامين نتنياهو يحقق ما يريده من خلال هذه الصفقة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وطبعا بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة تحديدا، إسرائيل بدأت ترسم خارطة جديدة للشرق الأوسط، الأمر كان واضحا مما نشره أو مما أظهره بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أظهر هذه الصورة وكتب The New Middle East، أي الشرق الأوسط الجديد، وكما تلاحظون لم يشمل هذا الأمر كما هو واضح العراق أو سوريا أو عدد من الدول الموجودة هنا كما هو واضح، بشكل عام السعودية، الأردن، إسرائيل، مصر وغيرها، هذا هو الشكل باللون الأخضر الذي يتحدث عنه، نظرة جديدة، رغبة جديدة تعرقلها إيران كما هو واضح في الذهاب إلى القنبلة النووية، وفي إصرار سعودي لمسألة طبعا تحقيق صفقة تريدها السعودية منها ضمانات نووية، بالتالي هذا قد يفسر الكثير من الانفجارات التي نراها، لكن هذه الانفجارات هي غامضة وغامضة للغاية.